فاتقوا الله عباد الله، اغتنموا شهركم واحفظوا أوقاتكم وتجنبوا ما يضركم، فإن الفرص لا تدوم والأيام تنتهي والمواسم تنقضي. حاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم مع هذا الشهر ومع غيره، فإنه ليس للإنسان من هذه الدنيا إلا ما قدمه لآخرته من صالح الأعمال، وإلا فالدنيا تزول والإنسان يموت والساعات تفوت ولا يبقى إلا ما قدمه الإنسان لنفسه من خير أو شر. ليس للإنسان من هذه الدنيا إلا عمره الذي يعيشه، فانظروا بماذا تفنون أعماركم، وماذا تقضون ليلكم ونهاركم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.